كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش في ندوة صحفية عن تفاصيل مرعبة في جريمة القتل المروعة التي راح ضحيتها امرأة في 29 من العمر بمنطقة أزريبة بالحروش منذ 4 أيام. الجريمة النكراء نفذها طليق المرأة البالغ من العمر 48 سنة الذي نكل بجثة الضحية تاركا إياها غارقة في دمائها. من جهتها مصالح الأمن أوقفت الجاني وكثفت من تحقيقاتها لمعرفة الأسباب الحقيقية. من نيابة الجمهورية لمحكمة الحروش أنه بتاريخ 1/1/2029 في حدود الساعة 2 زوالا تم اكتشاف جثة امرأة داخل مسكنها الكائن بشارع المسجد الزريبة بمنطقة الحروش، ويتعلق الأمر بالمسمات لام واو والبالغة من العمر 29 سنة، والتي وجدت داخل غرفتها ملطخة بالدماء ومغطاة ببطانية، وقد تعرضت هذه الأخيرة إلى عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسمها. وقد تبين من خلال التحريات أن الفاعل يتعلق بالمسمى با با البالغ من العمر 48 سنة، وهو طليق الضحية، وقد لاذ بالفرار بعد فعلته. وبعد تكثيف الأبحاث من طرف عناصر الشرطة القضائية لأمن الحروش، تم توقيف الجاني بمنطقة الشواقرية بجبل مكسن بلدية صالح بالشعور، وذلك بتاريخ 4/1/2020.